أعتقد أنه يجب يتحل بطريقين. الطريق الأول طبعا هو مواصلة الحوار، لأنه هذه مسألة مهمة، قضية الحوار قضية مهمة. ولكن رغم ذلك الحوار واحد وراه ما يكفيش، فوق من الأوقات لازم تاخذ قرار حاسم باش تقدم الأمام، وحتى كي تاخذ قرار تبقى ديما باب الحوار مفتوح. احنا شنو نحبوا نعمل؟ احنا نحبوا نخليو التونسي نهار الانتخابات المقبله ان شاء الله عم عنده قدامه ثلاثه والاربع خيارات جديه، مش 108 حساب، ثلاثه اربع خيارات جديه باش ياخذ قرار. وهذا يعمل يلزمه شويه صبر، مش سهل انك انت 20 سنه ما تشتت وغيره مش تحسمه في ظرف ثلاثه ولا اربع شهور. هذا علاش الخطاب اللي تشوفوا فيه خطاب ايجابي جدا مع كل القوى الموجوده، حتى ما في السلطه والقوى الديمقراطيه والتقدميه، على اساس انه من مصلحه البلاد نبنيو هالمجتمع السياسي المتوازن هذايا. وانا اعتقد من هنا 15 جوان ولا 16 جوان ان شاء الله مش نسمعوا شيء جديد ورسمي في الاتجاه هذايا. وانا اللي نحب يعني ناكد على الحركه باش تكون نهار 16 جوان 15 16 جوان 4 جوان. انا الشيء اللي نحب نقوله لكم وهذا شيء جدي جدا، انا مش كون مبادره جديه على اقسم. ثانيا انا مش كون متعاونه مع كل الاحزاب الديمقراطيه والتقدميه. ثالثا مش تكون مبادره حلول، مبادره تقديم حلول وبدائل. ورابعا ان هي مش تحاول انها تكون فعلا جزء اساسي من عمليه التحديث اللي قاعدين نقوموا به بتاع المجتمع السياسي التونسي.